اثبت ان حالات نادره جدا نلجا اليها بالسواك، والراجل قالها بالنص يكون بتذكير او التنبيه او لمسه او بالقلم هو كمان قال. فهو الراجل اثبت حاجتين، ان طبعا مقدمه جميله دي الرحمه وموده وعصرنا بالمعروف واستوصى بالنساء خيره، اذا اضطرت بعض الحين انا بها يعني فاهم حاجه بسيطه، لا اؤلمها، لا اعمل علامه في ايديها ولا في رجليها، لا اقصد العاقبه تخلص منها. تعقيبي بدون توجيه كلام للاسف، تعقيبي بشكل شامل وبشكل عام ان لم يقر احد من الشيوخ ضرب المراه الى الان، والغريب الغريب ان من يقر ضرب المراه هم ائمه الزوي وبعض الجوامع زوايا قصدك الزوي الصغيره اللي في بعض الكرة. تمام. وعلى فكره هم متعمدين ان هم يصدروا ثقافه العنف ليخضعوا عدد كبير جدا من المراه تحت. تمام. حدش جاب سيت العنف. ما خلصتش. لا 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 سمحت، لا ما خلصتش. حضرتك بتديني، ما تديلهاش بس ما تقطعهاش. حضرتك بتديني يا استاذ محمد. ما بقطعهاش والله. يبدو ان كلام السلفيه هو ده. لا 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 يعني احنا مش هنخرج من البلطجه دي يا استاذ عبير. لا احنا مش هنخرج، انا ما كملتش يعني حتى لا تقربوا الصلاه يعني فكرتي حتى مش كملي دون توجيه كلام للاسف. فالنظرة الدونية للمرأة ومباركة المساس بها أمر غير متحضر وغير معاصر وغير منطقي بالمرة. إحنا بنغزو الفضاء، واحد بيقول لك لا أصل حق الراجل يضرب ولا ما يضرب، خلاص تنافى الحوار وتنافى الحجة وتنافى الرقي وتنافى الاحترام بين الطرفين، وصلنا للحتة المسدودة إن أنا لازم أضربك عشان تتربي، عشان أخليكي تخضعي لكلامي، عشان خاطر أنت ناشز، عشان تتعلمي الغلط من الصح. الراجل مش واخد الست يربيها، مش عبده، مش انا، هي عنده شريكه حياه، هي اللي بتقف في مرضه، هي اللي بتكون جنبه لما الدنيا بتنير. هي ما صانتش ده برضو، وهي تعاملت ده اسمها طلاق، في حاجه اسمها هجر. طيب. في حاجه اسمها موقف. في حاجه بتدعو. انا بدعو اي ست تتعرض للضرب انها تطلق. لحظه اي ست تتعرض للضرب. لحظه اي ست تستحمل الاهانه ما تستحقش انها تطلق. قانون يا في قانون ده. انتوا بتعززوا العنف. تعقيبك. دي جريمه. الضرب المطالب في الشريعه. افرض دلوقتي تطبيق السنه قالوا لو الزوجه دخلت راجل اجنبي بدون اذن زوج والكلام ده في السنه يحق لها ضربها؟ قال اه يحق. الضرب كان للناشز للمشوم. والله العظيم انا مش عارفه اقول لك ايه يا استاذه شيرين. انا انت صعبان عليا. صعبان عليا يا استاذه علي في الشريعه. كل حاجه دنيويه، لما تيجي واحده مجنونه كل حاجه دنيويه. اقول لها عيشي عشان بيتي. لحظه يا استاذه، ما تروحيش تسكتي على اسمي تعملي تقارير وتجيبي اسم اولك. استاذه دي الثقافه. لحظه يا استاذه عبير، اقول لها عيشي عشان بيتي. يا جماعه انا قلبي وجعني، مش هخرب بيتي. ارجع لك معاكي لسه الكلمه، بس هاخد بسرعه ايمن من القاهره، يعني معايا مداخلات سريعه، كل مداخله بسرعه في دقيقه. ايمن اتفضل يا فندم. يا فندم اهلا بيك. بالنسبه للتعليقات الاخرى اللي في الاستوديو والشيخ احمد وتعليق الاخت الفاضله، ممكن يكون له تفسير بقى. انا مش سامع اي